أن له الذكرى، أن له الذكرى، خلاص وقت فات، وقت التذكر، الآن وقت الحساب، وقت الحساب. إذن فهذا الإنسان الذي يحلف باليمين الفاجرة، اليمين الكاذبة، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان. الله أكبر. احنا إذا كان إخواني أمنيتنا كل ورجاءنا كل هي هو في رحمة الله، أن رب العالمين يرحمنا برحمته، فإذا فكيف به إذا كان لقيته وهو عليك غضبان يا أخي؟ سبحان الله، له غضب الرحمن، له غضب الله سبحانه وتعالى. يا من اللي قاعد كل ما زوج تحلف على الباطل، ها، وتحلف على المصحف على الباطل، وتحلف في النهار 30 مرة الله والله والله أنت على الباطل. فهذه اليمين يا إخواني رهيك، ما تسمى، سماها النبي عليه الصلاة والسلام، سماها اليمين الغموس، تغمس صاحبها في جهنم. فاحفظوا أيمانكم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فكلمة الله يا إخواني راهي كبيرة، كلمة والله راهي كبيرة يا إخواني. إذن فيعني نحذر، فالناس الذين يحلفوا، الناس اللي يحلفوا على يمين يعني جور يعني سور لو مونسونج، فهذا يا إخواني يلقاو رب العالمين وهو عليهم غضبان والعياذ بالله. كذلك الناس المنعمون، الأثرياء المنعمون، يعني الثراء، لا ريشاس، ربي يعطيك ذكور، لأن هذا ابتلاء، لهوش العطاء من الله سبحانه وتعالى تسوى ريش. Ça c'est pas parce que Allah يعني سبحان الله يلتام ولا يلتفavorise. Non, Allah يلتام en épreuve. Ou bien si tu es pauvre, c'est pas parce que Allah il te déteste ولا. Non, Allah يلتام en épreuve يا إخواني. فالثراء في بعض الأحيان يا إخواني راه ماهيش نعمة. الإنسان يترفح بزاف ماهيش نعمة يا إخواني. كاين شي ناس راهم مترفحين بزاف، يقول لك يا ريت كان كنت غير كيما كنت كنا بكري، يا ريت راني كيما بكري عندي دار واحدة وليداتي مقابلهم وخلاص، ما عندي هذا الحياة اللي راني فيها اليوم، الشركات وهذا المصانع اللي انا فيهم، وهذا الحياة اللي راني فيها، البنكات من كل جهة، يعني نادم على فالثراء يا إخواني إذا كان يطغي الإنسان فهذه ماهيش نعمة. أما الثراء الذي يخلي الإنسان يعرف الله ويعرف حقوق الله سبحانه وتعالى ويعرف حقوق العباد ولا يسرف، فهذا شيء آخر. إذن فالأثرياء الذين يلقون الله وهو عليهم غضبان هم الناس الذين يعني لا يراعون حق الله في هذا الثراء، ولا يراعون حق الفقراء والمساكين في هذا الثراء. بالعكس يزيد الثراء هذا، يخليهم يتكبروا ويخليهم يستطيلون على الخلق ويسرفون يا إخواني. وإحنا نعرف بأن المسرفين أو الإسراف هذا من عمل الشيطان، والتكبر هذا أكبر معصية عصية بها الله سبحانه وتعالى. إذن فيعني هذا الثراء هذا، لهذا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لكن يعني وقد سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجل عنده تجشأ إلى غوتيك ومنديغاش، فكأنه صلى الله عليه وسلم كره ذلك وقال كف عن جشائك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. لهذا الإنسان وسكي أنغوت وندي بالحمد لله. بعض الناس لما يغلطوا كي يتقرع يقول الحمد لله، لأنه إحنا عدنا علامة التقرع هو الإنسان شبع، وهي أنه الإنسان سبحان الله لما يعني يتجشأ يعني يستغفر الله سبحانه وتعالى، يعني إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله تعالى خيرا، فنفح فيه بيمينه وشماله وبين يديه وورائه وعمل فيه خير. وهذه سبحان الله المفروض يا أخي كما أعطاك الله سبحانه وتعالى وكما أنعم عليك أنك أنت كذلك تكون إن شاء الله تنعم على عباده، تنعم على عبادته. لأن الإنسان كي يقول نحب ربي، كي تقول نحب ربي، مي لا مغضى الله سبحانه وتعالى يفول أتخادويغ أتخافيغ ديزاكت. كي تحب ربي، حب يعني أحسن إلى الفقراء، لا سيتون بروف كتو يام الله سبحانه وتعالى. كي تقول نحب رب العالمين، أما تون فوزا يعني سكتو يام يعني أتوامام، أما تون فرير سبحان الله إيمي أتون فرير سكتو يام أتوامام سبحان الله.
هذه معنى محبة الله سبحانه وتعالى. فمحبة الله أنك تجسدها في مخلوقاته، في مخلوقاته. أما بالفم تقول نحب الله وأنت بأفعالك مكان، لا. فإن كنت فعلا يا غني يا ثري يا اللي أعطاك رب العالمين تقول صح عندي نحب الله سبحانه وتعالى، فيا أخي جسد هذا في أفعالك، جسد هذا في الإحسان إلى الفقراء، جسد هذا في بذل مالك في ما يعود بالخير على الأمة، في ما يعود بالخير على الإسلام. يكون مالك هذا، يكون مالك هذا في خدمة هذا الدين، يكون مالك هذا قوة لهذا الدين. ما يكونش مالك هذا المال اللي يعطيك رب العالمين يكون قوة للشيطان، كل إلى في كازينو، كل إلى في مش عارف أنا كذا، في تبذير وكذا. لا، خلي مالك والثراء اللي يعني أغناك رب العالمين خليه يكون قوة لهذا الدين إن شاء الله، كما كان مال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكما كان مال سيدنا عثمان رضي الله عنه، وكما كان مال عبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليهم. كان المال التحم نصرة لهذا الدين، كما كان مال خديجة رضوان الله عليها كان نصرة لهذا الدين. هذا مالي كله في سبيل الله يا رسول الله، هكذا يقول سيدنا أبو بكر. هذا نصف مالي في سبيل الله، هكذا قالها سيدنا عمر. هكذا سيدنا عثمان رضي الله عنه يجهز جيش العسرة، ألف رجل يجهز سيدنا عثمان سبحان الله. مالي في سبيل الله، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. امرأة تأتي إلى رسول الله، يعني وليس إلى عقبة بن نافع رضي الله عنه، امرأة إلى عقبة هذا يعني الفاتح الذي جاءنا بالإسلام. اليوم المغرب العربي إذا كان ينعم بنعمة الإسلام فالفضل الله، ثم لهذا يعني لعقبة بن نافع رضي الله عنه. كل واحد راح يصلي في تونس وفي المغرب وفي الجزائر إلا ولعقبة بن نافع الأجر، لأنه هو اللي جاب يفتح هذه البلاد، هو وصل لنا هذا الإسلام يا إخواني. من سن سنة حميدة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الدين. فيعني امرأة تأتي إلى عقبة بن نافع وقد نادى للجهاد في سبيل الله، ما عندها حتى شيء، عندها ظافرتها، عندها ظفيرة طويلة، فقصتها قطعتها وجابوا سلتها وقالوا يا عقبة يا عقبة اجعلها هذا ما أملك، واجعلها هذه ظفيرتي، اجعلها عقالا لفرس في سبيل الله. الله غبا، هذا ما نملك، ولكنها ساهمت سبحان الله العظيم. إذن كذلك يعني الذي يغدر يا إخواني، الذي يغدر ويخون، هذا والعياذ بالله من صفات المنافقين. إذا وعد أخلف، وإذا تكلم وإذا يعني تكلم كذب، فهذا هو الغدر يا إخواني. إنسان مثلا يغدر جاره، هذه مصيبة. إنسان فيه ثقة، دار في جاره ثقة كوشي وتغدره، تسوي لك نفسك والعياذ بالله المعصية ولا كذا، وتغدره في بنته ولا في زوجته ولا بنيش عارف أنا كذا، الغدر. أو تغدر شريكك سبحان الله العظيم، أو تغدر إنسان دير فيك الثقة تغدره سبحان الله. إنسان يدير فيك الثقة والأمان ويعطيك أمانة يخليها عندك وبعد تغدر به، تقول لها ما أعطيتنيش ولا ما خليتش عندي، وروح شكي على رب العالمين تشكي وكذا. إنسان خدم عندك وتفهمت أنت وياه، فهمت كيفاش، وقال لك ودي أنا ما عندي لك وعطله ولو خلي لي دراهمي عندك، خليهم إن شاء الله باش كنا، ومن بعد في الأخر تقول لها أنا ما خدمت عندي وما أعطيتني وما خليتليش. هذا الغدر والعياذ بالله. فالمواعيد والعهود راهي مهمة في ديننا يا إخواني. المواثيق، عندما الإنسان يعطي وعد، عندما الإنسان يعهد عهد، عندما الإنسان في امباكت أبي كلكان، راهي حاجة يعني سبحان الله، راهي من يعني. فالذي يغدر والذي يخون فهذا يلقى ربي سبحانه وتعالى وهو عليه غضبان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر اللواء، فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان. الله أكبر، هذا الناس اللي يغدروا، هذا الناس كي يعني سبحان الله اللي ما يوفوش يعني بالعهود التاحم والمواثيق التاحم، يوم القيامة يرفع له لواء هكا علام سبيسيال أنت غابو سبيسيال مكتوب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان، والناس كل أمام الخلائق سبحان الله. إذن فالذي يعيد بالشيء ولا يوفي به والذي يخون الأمانة هذا غادر. امرأة عطتك أمانة وخلتها عندك وراحت مسكينة،
خايف على روحها مسكينة ما عندها لك واعط ولا ما عندها حتى واحد وجات ودلت فيك الثقة وتكلمت الناس خلي لي هذا الأمانة عندك لا بغيت يا ربي إن شاء الله حتى يفتح لي رب العالمين ومن بعد تروحي تأكليها ومن بعد تروحي تتهربي منها ومن بعد تقوليها ما عطيتينيش ولو كان تجيني نجيب لك لابوليس وبدأت تخوفي فيها بلا بوليس ما خفتي انتي من الله سبحانه وتعالى ماذا تقولي لربك يوم القيامة سبحان الله كيف إنسان خدم عندك يا أخي سبحان الله شفته قاع الناس والناس كامل عرفت ومن بعد تقول ما خدمتش عندي أما استحيت من الله سبحانه وتعالى هذا عرق يا أخي سبحان الله هذه غدرة وسوف يعني يوم القيامة يرفع لك لواء مكتوب عليه غدرة فلان ابن فلان يا أخي سبحان الله في الغادر ترفع له راية تبين أنه غادر فيفضح بذلك يوم القيامة وتجعل هذه الراية عند مؤخرته قال صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة أي في المؤخرة تعالى العياذ بالله وكلما كانت الغدرة أكبر كلما ارتفعت الراية أكثر لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدر من أمير عامة الحكام تاعنا اللي يغدروا الشعوب الحكام تاعنا او انسان مسؤول على يغدرهم يعني انسان يغدر زوجته سبحان الله هذا المرأة اللي ديتها انت يا بالحلال وديتها بعهد الله سبحانه وتعالى فهمت ومن بعد يعني تغدر بها مسكينة ويعني سبحان الله وتظلمها فيرفع لك يوم القيامة سبحان الله إذن الكذبة على الحكام على الشعوب تاعهم هذا غدر يرفع لهم يوم القيامة سبحان الله إذن كذلك كل مسؤول في شركة ولا في كذا فبقدر الغدر تاعه يا إخواني بقدر ما ترفع له يوم القيامة كذا الغال من الغنيمة الغلول هو السرقة من الغنيمة سبحان الله يعني رزق الدولة كما نقول أو يعني الخزينة العامة أو ما يجمع من الغنائم بعد المعركة هذا لابد أن يقسم على يعني كما أمر الله سبحانه وتعالى الأنفال كما قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأنفال فيعني فيه طريقة قسم يعني تقسم بها لا يجوز لإنسان بشد منها قبل ما تقسم هذه الغنائم إذن فالغنيمة هي كل ما يحصل عليه المجاهدون في سبيل الله بعد انتصارهم منها يعني على عدوهم من أموال ومتاع وكل شيء وقد توعد الله سبحانه وتعالى إخواني أهل الغلول فقال عليه عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم تبفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون إذن فيعني كما ذكرنا هذه القصة مرارا يا إخواني كان يعني مرة واحد من الصحابة في غزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام شوفوا يا إخواني هذا الصحابي يقدم نفسه في سبيل الله يعني pour la bonne cause pour la cause de يعني de la garçonne يقدم نفسه يريد ان يموت في سبيل الله ولكن طاحت شمله يعني كما نقولوا زي الحاجه الشمله هي هذيك العمامه او لو تيسي كي ميلوم سور لا تيت يعني وقف رفدها ما خلاهاش تتقسم مع الغنائم طمع فيها ورفدها وخباها فاشتعلت عليه في قبره نارا مات في غزوة مات شهيد ولكن هذه الشملة التي غلها اشتعلت عليه في قبره نارا والعياذ بالله لا يعني لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك كي يجي يوم القيامة رافد على 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 رقبته بعير جمل لأنه سرقه هذاك الجمل سرقه من 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 المال العام يجي رافد مانيش عارف أنا لوطو على كتفه والعياذ بالله كما راهم اليوم سبحان الله يجي رافد لك مانيش عارف أنا يا يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك بلغتك بالغلول لا يعني يأتي يوم القيامة بالشاه له تغاء ولا يجي يوم القيامة رفض زوج كتارات تعرض على, 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 على كتفه على رقبته لأنه اقتطعهم يعني اغدر واقتطعهم من المال الحرام والعياذ بالله يعني سبحان الله أو يجي الإنسان في يعني على رقبته بيضة أو سبحان الله العظيم نفس لها صياح
ويجي يقول يا رسول الله أغثني، فيقول لك النبي كيف أغيثك؟ Comment tu veux je viens à ton secours alors que je t'ai averti? Je t'ai averti que l'insan li damris qnas nas li khdmou fi l hukouma ou khdmou fi l an fi l mal l am ou ghirhat gal ta dawla maalech hom kifach la voiture de service يروح يدي فيها يقضي فيها في المارشي يروح يدي فيها اولادها لا بلاج يروح يحوس بها وهي سي لا voiture de service لي بون دو غازوال و لا ديسونس il se permet de donner à sa à ses frères à ses sœurs à ses voisins maalech gal tik لي بون ديسونس عندي بزاف هدي برك فهمت هدي برك تاع الناس ولا انسان خدام مانيش عارف انايا في حانوت وتجي واحدة تضحك له هدي معليش الباترون لا انا هو الباترون هدي برك ما كاش مشكل سمعها والله غير تدي يا سيدي والله وزيد يحلمها والله ها على هذا رزقك انت مش قولها والله هدي على هذا الباترون قاعد يخون فيهم جاي فيهم باطل ما يشرب فيهم مسكين بدراهمه باي حق تعطيه انت راك امين على هذا راك امين على هذا المحل راك مسؤول يعني سبحان الله خلى لك هذه الامانه في رقبتك انت كيفاش فكيفاش انت يعني المال العام دايرك عليه مسؤول وانت تلهف فيه وتاكل فيه سبحان الله العظيم اذا هذا كلهم يوم القيامه لا ينظر الله اليهم يوم القيامه فغلول الحكام من اموال بيت المال المسلمين هذا غلول غلول الحكام من اموال بيت المسلمين الحكام تاعنا اللي غير اللي ما صحت له شان فهمت كيفاش يعني غير اللي ما جاتش في يده والعياذ بالله كذلك الموظفين اللي فونكسيونير حتى كاين اللي ما يعني ما يخلي تليفون ما يخلي كريونات ما يخلي ستيلوات ما يخلي لي بونديسونس هات برك سبحان الله العظيم كذلك غلول العمال والولاة من اموال العامه فكذلك يعني كلها هذه من الغلول وكل ورد فيها الوعيد والتخويف من ذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله يعني يحذر 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 في الليل إذن كذلك جمعت مثلا الديوانة جمعت الديوانة ولا جمعت المطار في الطريق ولا البوليسية في الطريق وهات فين كيفاش يعني يدي لك البيب ويقول لك قلع أهلك وهات كذا هذا كله من الغلول وهذا كله والعياذ بالله يعني يلقون الله سبحانه وتعالى وهو عليهم غضبان كذلك الذي يسأل وله ما يغنيه اللي يطلب وعنده ما يكفيه هو عنده ما يكفيه بصح تعلم الطلبة ده حرفة والعياذ بالله فالفقير المتعفف الذي يكتفي بقوت يومه ويحمي حر وجهه عن سؤال الناس ولا يذل نفسه ولا يذل نفسه لأحد هذا أفضل ممن يسأل الناس ويستجدي ويعني ويستجديهم ويشتكي إليهم فقره وحاجته وأقبح من ذلك هو الذي يسأل الناس مستجديا مستعطفا وعندهم ما يكفيه من ملبس ومطعم ومشرب وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحال فقال من يسأل وله ما يغني جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه قيل يا رسول الله وما يغنيه قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب إذن إذا كان الإنسان عنده واش يأكل في ذاك النهار يا إخواني لأن غدوة هذا ما نعرفوش غدوة ما نش عارفينه احنا مصيبتنا نفكروا على العام الجاي ولكن احنا للأسف الشديد المسلم المهم الإنسان يفكر في هذا اليوم وني لو فوندردي اون فا بونسي ا سو جور لا لو فوندردي سامدي اون سي با اون فا ياتر لا او با اون سي با شكون يكون فينا حي شكون ما يكونش فينا حي يا اخواني خلونا امس لو جودي ساي سي باسي اللي كلا المشوي ولا كلا البطاطا ولا كلا الخبز ولا كلا البن ولا كلا الطعام كلنا ساي خلاص اجوردي هذا هو لو جور تاعنا اون فا فيغ دو جور او جور فاللي عنده واش ياكل اليوم هو وليداته لماذا يروح يطلب اللي عندها واش تاكل اليوم هي وليداتها ولا وحدها علاش تروح تطلب سبحان الله الطلبه ماهيش حاجه يا اخواني الانسان يفرح بها ولا يستانس بها الانسان تلزيتي قاستك الظروف انك تطلبي نهار زوج ماشي الحياه العام كامل وانت تطلبي ماشي عمرك كامل وانت تطلبي سبحان الله اذا الانسان عنده واش ياكل اليوم خلاص ما يطلبش اليوم غدوة إن شاء الله إذا كان ثاني عنده واش يأكل ما يطلبش ما عنده شيء آخر يزته الضرورة ما يخليهش ربي ما يضيعش ربي بس حالة كان ولات كل العصر في جامع والمغرب في جامع والظهر في جامع واحد آخر وغدوة منك تبدل لك الكارت تروح للآخر ومن بعد يبدلوا من البلاد لبلاد كاين طلاب اللي نسيبهم هنا في مارساي تقيسك القدرة في أكس تسيبهم ثم تقيسك القدرة غدوة في مانوسك تسيبهم ثم تقيسك القدرة في باريس تسيبهم قدام لاموس وين انتم تحرفة الطلبة ولا تحرفة والعياذ بالله نسأل الله السلامة يا إخواني
كذلك من الذين يلقون الله وهو عليهم غاضب غضبان الذي لا يحافظ على الصلاة الذي لا يحافظ على الصلاة celui qui accomplit pas la prière يعني au moment fixé aux heures fixées فالصلاة عبادة الدين يا إخواني وأني كل صباح نذكر كل صباح يعني نعاود الصلاة عماد الدين والصلاة هو أول ما يحاسب عليه العبد والصلاة قرة عيون الموحدين ولذة أرواح المحبين عبادة عظم الله أمرها وشرف أهلها وهي آخر ما يذهب من الإسلام وآخر ما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام وأول ما يسأل عنه العبد بين يدي الله يوم الوقوف بين يديه إذن فيعني الذي لا يحافظ على الصلاة ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف يعني أئمة الكفر والعياذ بالله فالذي لا يحافظ على الصلاة رانا نقولوا celui qui يعني يبخي mais il néglige la prière هذا يلقى رب العالمين وهو عليه غضبان في الصلاة يا إخواني كما قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إذن فلابد من المحافظة عليها أما هذا اللي ما يصليش قاع هذا والعياذ بالله نسأل الله السلامة يا إخواني قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين واش دخلكم من جهنم ها قالوا بدي ما كناش نصلوا احنا رانا نتكلموا على الناس اللي يلقاو رب العالمين وهو عليهم غضبان هما الناس اللي اخروا الصلاه ما يحافظوش عليها في وقتها اما الذين لا يصلون فيا اخواني هذه حالهم يعني الى الله سبحانه وتعالى نسال الله السلامه يا اخواني كذلك المغتاب والنمام المغتاب هو يعني الانسان الوقوع في الغالب في الغيبه والغيبه ذكر اخاك في غيبته بما يكره حتى وان كان فيه ما دام هذا السيد لي ابسون وقاعدين تهضروا فيه هو ابسون فهمت ويعني حتى ولو كان فيه فهي غيبه والنمام هو الانسان الذي ينقل الكلام بين الناس لافساد بينهم صاحب ذو الوجهين يجيك انت بهدره ويروح الاخر بهدره وكثير من الناس كثير من العلاقات بوكو دو غولاسيون اونت لي فامي سببها هادو صحاب يعني للدوبل فاس هذا اي جينيرالمون سي يعني سون كو دي مومبر دو لا فامي خاطش علاه يغونتر باغ سيت كلي انت قريبك من سي لا كوزين و دو لوتر كوتي سي لا كوزين اوسي ولا سي لا طونت ولا حاجه تجيك انت بوجه وتروح لهم بوجه باش توقع العداوه بين العائلات فهذو يلقاو رب العالمين وهو عليهم غضبان يقول النبي عليه الصلاه والسلام من اكل لحم اخيه في الدنيا قرب له يوم القيامه فيقال له كله ميتا كما اكلته حيا فياكله ويكلح ويصيح الله اكبر يوم القيامه يجيب لك رب العالمين اللحم تاع اخوك هذا اللي كليته في الدنيا بالهدره وبالغيبه وبالنميمه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فيقال له كله ميتا سبحان الله كما أكلته حيا كي كان حي كنت تهدر فيه وتقطع فيه سبحان الله كاين شي عباد هذه مهمتهم من اللي يحلوا عينهم الصباح للعشية غير فلان فيه يردي ما تصنتيش لذكاه فيه سبحان الله هذه غيبة هذه نميمة ما تدينيش على ذيك فيها وفيها 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 يعني هذه غيبة يوم القيامة رب العالمين يجيب لك اللحم تاعو يقول لك ها كولي كليته ميت كولي هاك حي سبحان الله أكلته كوليه ميتا كما أكلته حيا فيكلأه يبدأ يملغ فيه ما يبغيش يفوت اللحم ني سبحان الله ويكلح ويصيح اللهم نحفظ الله السلامة هذا كذلك الذين يقتابون الناس والنمام اللي يمشي بالنميمة سلويكي يعني ترانسبورت كما قال لك واحد يروح لهذو بوجه لدوبل فاس يروح لهذو بخبر ويجيب لهذو خبر باش يوقع التفرقة والشتات بين الناس فهذا يلقى الله وهو عليه غضبان ذو الوجهين وهو الإنسان اللي عنده أشاك فوي بران كولور سبحان الله لدوب الفاس هذا سبحان الله يلقاك انت يبوسك اربع بوسات انت يدور ملهي يبدا يقطع فيك ماشي غير بالشفره يقطع فيك بلاسي ها ويلقى هذا يقول ها فلان ما يسواش
فلان ما يسواش وفلان فيه وفي كذا، هو يروح يلقاك انت يقولك شاف كذا يا اخي يا ودي شوف ذاك فلان كي داير والفاعل والتارك كان كذا، وانا قلت له تعرف انا كنت نقول انت تلحق فلان انت تلحقها انت يا وهو راح هو كان هو اللي يقطع فيك. هذا ذو الوجهين والعياذ بالله، وما اكثرهم اليوم في هذا الزمان تاعنا ان شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامه لسانان من نار. الله اكبر، كان له يوم القيامه من لسانان من نار. ها انا حرق على روحك الشيء اللي يكون على يعني الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل والعياذ بالله. إذن هذه أحوال بعض الناس في يوم المحشر، يعني لا ينظر الله إليهم يا إخواني، ويلقون رب العالمين وهو عليهم غضبان غضبان سبحان الله. فالإنسان العمل تاعك في الدنيا يحدد مصيرك في الآخرة، حط في بالك عملك في الدنيا يحدد مصيرك في الآخرة. فإذا كنت من أهل الغيبة وأهل النميمة في المصير تاعك والعياذ بالله شوف فيه، إذا كنت كما ذو الوجهين هذا فمصيرك راك تبان فيه، إذا كنت من المتكبرين ومن يعني كذا فمصيرك راه باين. إذن فمصير الآخرة نتيجة عملك في الدنيا، نسأل الله أن يثبتنا إن شاء الله. إذن إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وبارك الله لي في أسماعكم مستمعين ومستمعات. نصل الآن إن شاء الله إلى الفقرة الموالية من فقرات برنامجنا، وهي فقرة